اللي بعد كده هو المرض بقى، المرض اللي بيحصل هو الفوميتنج. الفوميتنج اللي هو القيء، اللي هو الترجيع اللي بنسميه انيسيس. انيسيس هي الفوميتنج. حتى الادويه المضاده للترجيع بنسميها انتي ايميتيك. انتي ايميتيك معناها مضاده للترجيع، لان انيسيس يعني ترجيع. فهنتكلم حالا عن الفوميتنج اللي هو القيء او الترجيع. بيقول ده اوت وورد اكسبالجن، هو طرد الجاستريك كونتنت، المكونات اللي موجوده في المعده سرور الاسوبيدس انتو الماوس. الاكل اللي موجود في المعده هتطلع من المريء ومن المريء للماوس ثم بره خالص. ده تعريف فوميتنج. ايه الميكانيزم هو فوميتنج بيحصل ازاي؟ احنا عايزين في الفوميتنج ثلاث عناوين نعرفهم، الديفينيشن والميكانيزم والعنوان الاهم على الاطلاق هو الكوزس. هقول دلوقتي الديفينيشن بتاع الفوميتنج. الفوميتنج هو اوت وورد اكسبالجن وفي الجاستريك كونتنت، لمين ثم لمين؟ لاسوفيجس ثم ماوس ثم بره. ايه الميكانيزم بقى؟ الموضوع بيحصل ازاي؟ اول حاجه استومك از باسيف ان ذيس بروس. كلمه مهمه جدا جدا جدا، استومك از باسيف. كلمه باسيف دي معناها ايه؟ طبعا انا لو سالت حضرتك قلت لك انت بترجع ازاي او الترجيع بيحصل ازاي لما ترجع، هتقول لي ما هو الاكل بينطرد من المعده، يبقى اكيد المعده بتقوم جايه منقبضه فتطلع الاكل اللي فيها لبره. لا، بيقول لك في الترجيع المعده ما بتنقبضش، المعده بتبقى باسيف، يعني بتبقى مرخيه اصلا. امال اللي بيحصل ايه؟ الفكره كلها ان الحاجات اللي تحت تضغط عليها، الحاجات اللي بتكون تحتها تقوم جايه ضغط عليها فمطلعه اللي فيها لفوق، انما المعده نفسها لا تنقبض، المعده بتكون باسيف. سؤال في الام سي كيو مهم جدا، استومك از باسيف ان ذيس بروسيس، ما بتنقبضش. فوميتنج از كنترولد باي الفوميتنج سنتر مظله وبلونجاته. الترجيع صفحه 24 24 الترجيع بيكون متحكم فيه مركز في المخ، المركز ده اسمه الفوميتنج سنتر، مركز الترجيع. الجاستريك فوميتنج بيحصل الاتي بقى، ساعة ما بيحصل ترجيع بيحصل ايه؟ أول حاجة البادي اوف ذا ستومك، جسم المعدة نفسه اللي هو الجزء ده، بادي اوف ذا ستومك اند الكاردياك سفينكتر، كاردياك سفينكتر اللي هو الجزء اللي بين المعدة وبين المريء، اللي دول هيرخم، البادي هيرخي والسفينكتر ده هيرخي. هو ليه البادي رخم؟ هي بس ولا اكتر؟ بس يعني ما بتنقبضش فترخي. امال ايه اللي يخلي الصمام ده يرخي؟ عشان الاكل يطلع لفوق فلازم الصمام ده يرخي. عشان كده بقول اول حاجه البودي والصمام اللي اسمه الكاردياك سنتر بيبقوا ريلاكسد، ثم بعد كده بايلوريك انترم كونتراكت ات الانسيزرون. بايلوريك انترم ده الجزء ده كده اللي هو اسمه البايلوريك انترم، في حته هنا في الاناتومي ده كده البايلوريك انترم اهو، في حته موجوده هنا كده بيبقى عباره عن حته داخله لجوه شويه، الحته دي بنسميها الانسيزورا، ده في الاناتوم بنسميها الانسيزورا. بيقول لك البايلوريك انترم بينقبض عند الانسيزورا، يعني تلاقي المكان ده بقى شكله عامل كده، بقى منقبض قوي، يعني دلوقتي كانه عاوز يقول لك ايه؟ خد بالك ده هيرخي، ده هيرخي، انما ده هينقبض، عشان الاكل يبقى ليه طريق واحد يطلع منه اللي هو لفوق ولا لتحت؟ لفوق بس، عشان كده اللي فوق بيرخي انما اللي تحت بينقبض. بايلوريك انترم كونتراكت ات الانسيزورا ثم فورست انسبيريشن، يحصل فورست انسبيريشن، يعني انت هتلاقي نفسك بتاخد نفس ثم بعد كده ابنيا، انقطاع نفس. لما يكون واحد بيرجع تعمل ازاي؟ قام جاي خد نفس وقام جاي قاطع وقام رجع، لازم يكون في فورست انسبيريشن ثم ابنيا، انقطاع للنفس، وبعدها فوميتنج از اكومبانيد باي سيفير ريفلكس، بيكون في ريفلكسات كتيره حاصله ذات بريفنت الفوميتس. فوميتس ده معناها الماده طالعه في الترجيع اللي هي الحاجه اللي انت هترجعها، بيمنع الفوميتس فروم باسنج انتو النيزال كافيتي او التراكية. يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ بص، واحنا الاول البودي عملنا في ايه؟ ريلاكسيشن. امال الكارديا اكسبكت ريلاكسيشن، وعند البايلوريك انتر عملنا كونتراكشن، ثم بعد كده يقول لك خد بالك تاخد انسبيريشن ديب انسبيريشن، بعدها اقطع الاكل وهو طالع بقى في الترجيع. في حاجات بتحصل تخلي الاكل ما يخش النوز ولا يخش التراكيه. فاكرين لما كنا بنقول لما كنت تيجي تبلع في حاجات تخلي الاكل ما يخشش النوز ولا يخش التراكيه وينزل الجهاز الهضمي؟ نفس الشيء وانت بترجع نفس الميكانيزمات، بتقفل الاماكن دي عشان الاكل لما يرجع على الماوس ما يرجعش على الجهاز التنفسي ولا يرجع على النيزل كاب. ايه الريفلكسات دي بقى؟ ريفلكس اليفيشن اوف سوفت بلد، ارفع السوفت بلد لفوق عشان تقفل النيزل كافيتي، ثم ريفلكس اليفيشن اوف لارنكس لما كنا بنقول الايبيجلوتس اهو واللارنكس اهي، فبنرفع اللارنكس اجينست الايبيجلوتس فتقفل اللارنكس، ثم ابروكسيميشن اوف فوكال كورد
فاكرين لما كنا بنقول الاحبال الصوتيه تقرب من بعض فتقفل الفتحه اللي اسمها جلوتس. فاحنا دلوقتي قفلنا الجلوتس. الجلوتس ده اللي هو فتحه الحنجره من فوق، فتحه اللارينكس من فوق. بنقفله ازاي؟ بالاحبال الصوتيه. ثم نرفع اللارينكس اجينست الابيجلوتس، ثم بعد كده ارفع السوفت بلد. كانه بيقول لك ايه هنا؟ اقفل النوز واقفل اللارينكس عشان اللي طالع يطلع للماوس. لو حضراتكم تفتكروا كنا بنقول وانت بتبلع لازم السوفت بلد يطلع لفوق يقفل النوز، لازم اللارينكس تنقفل بالابيجلوتس والفوكال كور، لازم يكون في ابنيه انقطاع للنفس، وكنا بنقول لازم المايلو هايويد تنقبض عشان تقفل الماوس فالاكل ما يرجعش الماوس. هنا قال لك كل حاجه ما عدا المايلو هايويد. اشمعنى؟ انا عاوز الماوس يفضل مفتوح عشان الاكل يرجع له، عشان كده كل الريفلكس اللي بنسميها البروتكتيف ريفلكس موجوده معانا بتاع المايلو هايويد. ايه اللي يحصل بعد كده بقى؟ فاكر كنا مرخيين ده؟ مرخيين ده؟ ده في انقباض النفس ديب انسبيريشن ابني. ايه اللي يحصل بعد كده؟ كونتراكشن اوف دايفرام. الدايفرام ينقبض. والانتيرور ابدومينال وول جدار البطن الامامي. والبلفيك فلور مصر ارضيه الحوض. في عندنا عضلات اسمها الانتيرور ابدومينال وول. الحوض اهو في عضله فصل البطن عن الحوض، زي ما في عضله فصل الصدر عن البطن اسمها الدايفرام، في عضله فصل البطن عن الحوض اسمها البلفيك فلور. البلفيك فلور الدايفرام ينقبض، الانتيرور ابدومينال تنقبض، البلفيك فلور ينقبض. لما دول كلهم ينقبضوا، سؤال بقى، ده انقبض، الدايفرام لما كان بينقبض كان بينزل لتحت ولا يطلع لفوق؟ بينزل. فالدايفرام لما ينقبض ينزل لتحت، البلفيك فلور لما ينقبضوا بيطلعوا لفوق، فده نزل لتحت، ده طلع لفوق، وده عصر لجوه. الضغط جوه البطن عصر له ايه؟ زاد قوي. فلما الضغط جوه البطن يزيد قوي يقوم جاي زائد الاكل في المعده. عشان كده بيقول بيحصل ماركت انكريز في الانترا ابدومينال بريشر، الضغط جوه البطن بيزيد. انكريز الانترا ابدومينال بريشر بيعصر المعده. السؤال بقى هنا، هل المعده انقبضت؟ لا، ولكن الضغط العالي هو اللي عصرها، هو اللي زقها غصب عنها. سكويز الاستومك كونتنت انتو الاسوفيجاس، يزق المكونات دي في الاسوفيجاس، لان الضغط هنا بقى عالي قوي. والضغط هنا اصلا نيجاتيف، الضغط في الصدر نيجاتيف، والضغط في البطن بقى بوزيتيف، وبوزيتيف عالي قوي. فالاكل يتنقل من الضغط العادي للاقل، فيتنقل من المعده لمين؟ للاسوفيجاس. بعد كده هو الاستومك از امتد، لما المعده تفضي كل اللي فيها انتستاينال انتي بريستالس. ايه انتستاينال انتي بريستالس ده؟ نزول الاكل كده يا جماعه اسمه بريستالس، الحركه الدوديه كده اسمه انتي بريستالس، ضد الحركه الدوديه. كانه بيقول لك ايه؟ بعد ما الاكل اللي هنا كله يطلع بره، الاكل اللي في الامعاء هيطلع من الامعاء للمعده لبره. يعني المعده لما تفضي تلاقي الامعاء عماله تعمل انتي بريستالس، يعني بتذوب الاكل اللي فيها لفوق. ولما تذوب الاكل اللي فيها لفوق هو الاستومك از امتي، انتستاينال انتي بريستالس ماي درايف انتستاينال كونتنت از استومك. هيحصل عكس الحركه الدوديه من الامعاء، فالاكل يرجع من الامعاء للمعده ثم من المعده يطلع لبره. هتقولي ده مواضيع منقبضه، الاكل لما بيجي هنا اندفاع الاكل يفتح بيه. لسه استنى هنا، يعني اندفاع الاكل من الامعاء الى المعده بيفتح دي، فلما يفتح دي الاكل يخش هنا. بس ده جاي من ايه؟ جاي منين الاكل ده؟ من الامعاء. سؤال بقى، كان في فتحه بتفتح في الديودنوم هنا كده، الفتحه دي كانت جايه من الكبد والقنوات المراريه، لان في الاثنى عشر كان بيفتح البايل. فدلوقتي الاكل اللي جاي من الامعاء بيبقى فيه وصارة صفراوية. عشان كده الناس اللي بترجع تيجي تبص اخر الترجيع تلاقي الترجيع مسفر، ده معناه ان هو جاب من الامعاء بقى. لما يبقى مسفر معناه ان هو جاب من الامعاء. عشان كده بيقول فوميتس ماي كونتين بايل. الفوميتس اللي هي بتاع الترجيع، الحاجه اللي انت بترجعها ممكن تحتوي على بايل. يبقى امتى الفوميتس يكون فيها بايل؟ لو وصلت ان المعده فضت خالص وجبنا اللي بالامعاء كمان. وده كده الميكانيزم بتاع الفوميتنج، ازاي بيحصل القيء. خد بالك بقى، رخيت البودي، رخيت كاردياك اوبن، عملت كونتراكشن، كونتراكشن للبايلورس، بعد كده عملت ديب فولود باي، شغلت الميكانيزمات البروتكتيف، عملت انقباض انتيرور ابدومينال وول والبلفيك فلور. ده ينزل، ده يخش، الضغط يزيد، يعصر
المعده الاكل اللي في المعده يطلع الاسوفيجس ثم بره بعد شويه انتي بريستاسيس مين في الانتستاين فالاكل في الانتستين يوصل للمعده هنا كان فيه بايل ففي اخر الترجيع بيبقى الترجيع مصفر لان فيه بايل ايه الكوزز اوف فوميتنج بقى اسباب الفوميتنج كالاتي يا اما ريفلكس فوميتنج يا اما سنترال فوميتنج الفوميتنج نوعين يا ريفلكس يا سنترال تعالوا نبص الاول على الريفلكس ده وطالما سمعت كلمه ريفلكس في الجي اي تي يبقى هي ايه كونديشن دو ان كونديشن نفهم يعني ايه بقى الحاجات دي اول حاجه بالان كونديشن ايه الان كونديشن بيقول لي افرد اكسايتاتوري امبلس استيمولييت الفوميتنج سنتر هو ريفلكس يعني ايه افرد سنتر اف افرد سنتر اف بيقول لك بيحصل ان في اشارات بتوصل للفوميتنج سنتر اشارات تحفيزيه بتوصل للفوميتنج سنتر يا من الجي اي تي يا من بره الجي اي تي لو اشاره من الجي اي تي رايحه للفوميتنج سنتر راجع عامله ترجيع نسميها انترنسك لو حاجه من بره الجي اي تي رايحه للفوميتنج سنتر فراح عامله ترجيع نسميها اكسترنسك احنا دلوقتي بنتكلم في انهي نوع من الفوميتنج الريفلكس انا الفوميتنج نوعين ادي الفوميتنج ده اهو بيبقى نوعين يا اما ايه يا اما ايه اما ريفلكس وريفلكس معناها اشاره طلعت للفوميتنج سنتر فنفس الاشاره انك ترجع يا اما سنترال وسنترال معناها من المخ نفسه يبقى ريفلكس يا سنترال الريفلكس ده بنقسمه يا اما ايه يا اما ايه الريفلكس يا اما ان كونديشن يا اما كونديشن الان كونديشن ده نفسه اللي كان جاي يا اما من الجي اي تي يا اما من بره الجي اي تي لو من الجي اي تي نسميه انترنسك لو من بره نسميه اكسترنسك ايه الحاجات الانترنسك بقى بيقول الانترنسك ده بيكون ارايز فروم الجي اي تي زي ايه اريتيشن اوف بوستيريور بارت اوف تانج انك تحفز الجزء الخلفي من اللسان او جاستريك اريتيشن او حصل تهيج في المعده زي ايه ابسط حاجه خالص لما تكون بنعمل فحص للوز بتاع واحد بتانج ديبريسور بالعصايه الخشب اللي هي زي بتاعه الايس كريم دي اول ما بتيجي تلمس اخر اللسان تبص تعمل ازاي هيبدا يرجع ده لانك عملت اريتيشن للبوستيريور بارت اوف تانج الجزء اللي ورا خالص من اللسان لو اتحفز بيبعت اشاره للفوميتنج سنتر فالفوميتنج سنتر ينزل اشاره ترجع ده بنسميه انترنسك او جاستريك اريتيشن كانت حاجه والحاجه ديت وحشه مثلا نزلت على المعده هيجت المعده تقوم المعده بعت اشاره للفوميتنج سنتر يقوم الفوميتنج سنتر نازل يقول لك رجع يبقى الاشاره دلوقتي جايه منين؟ الاشارات جايه من الجي اي تي امال لو من بره الجي اي تي بقى painful afferent impulse from outside the GIT may send excitatory impulse the vomiting center as renal colic انا عاوز اقول كلمه painful afferent painful لما بيكون واحد يا جماعه بيمر بمرحله الم جسدي شديد الم جسدي شديد الالم احيانا بيعمل ترجيع واسوا الم بيعمل ترجيع هو الرينال كوليك والابندسايتس الرينال كوليك ده انت عندك حصوات اللي بيكون عنده حصوه على الكلى تلاقيه جاي الطوارئ ماسك جنابه كده وعمال يصوت من جنابه وكل شويه عمال يرجع 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 فالدكتور هناك لو هو مش متمرس قوي يقول لك ده اكيد حاجه في الجهاز الهضمي لانه بيرجع بس هو مش واخد باله ان اي بين في اي مكان في الجسم يعمل فوميتنج اللي هو الريفلكس فوميتنج ده وبالتالي هنا السبب بيبقى بين بس من بره الجي اي تي زي رينا كلك اللي هي الحصوات اللي بتكون موجوده في الكلى امال ايه الكونديشن بقى الكونديشن ده اللي هو السايكيك سايكيك يعني ايه حاجه نفسيه يعني ايه حاجه نفسيه انك شفت حاجه عشان ترجع انت لازم يكون كونديشن عشان تعرف ان الحاجه دي بين قوسين حاجه مقرفه فبترجع هو ده اللي بيحصل بالظبط فلازم تكون متعلم لازم يكون كونديشن خد بالك بقى من حاجه هو انا لو لمست البوستيرور بارت اوف ذا تانج ايه اللي يحصل ريفلكس فوميتنج بس من نوع ان كونديشن امال لو في بين فول ستيمولاي ريفلكس فوميتنج بس من نوع الان كونديشن بس هيبقى ستريس امال لو شفت حاجه او شميت حاجه مش عاجباك انت ما بتحبهاش ترجع ده ريفلكس فوميتنج بس من نوع الكونديشن ده اللي بنسميه السايكل اللي هو اتنين انتجريتي اوف سيريبرال كورتكس اشمعنى؟ عشان تبقى عارف اصلا ان الحاجه دي حاجه وحشه ما هو انت لسه مولود لو جبت لها حاجه وحشه تعرفها انما لما كبرت عرفت ان ده وحش وده حلو فلازم تبقى عارف الحاجه الوحشه تقوم متعلمها فمحتاجه السيريبرال كورتكس سين سميلينج اني unpleasant thing اي حاجه بتبقى غير ساره بالنسبه لك بتبعت اشاره للسيريبرال كورتكس اللي بتبعت بعد كده للفوميتنج سنتر يعني ايه بقى؟ هنا الاشاره توصل للمخ والمخ يبعت للفوميتنج سنتر
مثلا بعض الناس من حضراتكم لما بيكونوا جايين تشتغلوا اول ما بتشوف السلايفا والسلايفا زياده شويه بينزل عمال ترجع. ايه السبب؟ هو السبب ده اللي هو الريفلكس من نوع الكونديشن. في ناس تانيه مثلا تشوف حاجه بالنسبه لك عاديه، بالنسبه لك تقعد ترجع. فهو الحاجات بتختلف يا جماعه، الامبليزنتريه بتبقى مختلفه من شخص للتاني، في واحد يشوف حاجه يرجع، في واحد يشوف نفس حاجه ما يرجعش، بتبقى بناء على الشخص نفسه، وده كله الريفلكس فوميتنج. امال السنترال فوميتنج بقى؟ في السنترال فوميتنج ده هو في الريفلكس، سؤالي في الريفلكس ايه اللي حصل؟ اشاره من بره المخ ايا كان مكانها مين، صيام من البوستيريور، صيام من المعده، صيام بينفول، صيام حاجه شفتها، حاجه شمتها، المهم ان هو محفز من بره المخ راح للفوميتنج سنتر، عشان كده نسميه ريفلكس. افرنت بسنتر بايفرنت. امال السنترال بقى ده انت بتحفز المخ مباشره، بتحفز ايه في المخ؟ الفوميتنج سنتر. يعني انت بتبدا تلعب في الفوميتنج سنتر نفسه. بيقول دايركت ستيميوليشن اوف فوميتنج سنتر، انك يحصل تحفيز للفوميتنج سنتر او الميدلاري كيمو ريسبتور. ايه الميدلاري كيمو ريسبتور دي؟ دي حاجه جنب الفوميتنج سنتر بتشتغل زي الفوميتنج سنتر، اسمها السي تي زد. السي تي زد كيمو ريسبتور تريجر زون. احنا عندنا يا جماعه مكانين اتنين في المخ متحكمين في الترجيع، الفوميتنج سنتر والسي تي زد، الاتنين جنب بعض، مين الرئيسي؟ الفوميتنج سنتر. مين اللي شغال معاه؟ السي تي زد. الاتنين دول لو اتحفزهم بيعملوا فوميتنج، بيعملهم فوميتنج. بس في حاجه بقى، الفوميتنج سنتر لو اتحفز مباشر، انما السي تي زد لو اتحفز لازم يبعت للفوميتنج سنتر الاول. يعني مين الرئيس الكبير؟ فوميتنج سنتر. فلو فوميتنج سنتر اتحفز يعمل فوميتنج، امال لو السي تي زد اتحفز يبعت للفوميتنج سنتر فيعمل فوميتنج. ايه الاسباب اللي تعمل سنترال فوميتنج؟ يا سنترال كيميكال يا سنترال ميكانيكال، يا اما حاجات كيميكال يا اما حاجات ميكانيكال. يعني ايه كيميكال وميكانيكال؟ الكيميكال بيقول زي بعض الادويه زي الابومورفين والديجيتاليز. في عندنا دواء مسكن، اشهر مسكن على وجه الارض المورفين. في دواء شبيه اسمه ابومورفين. المورفين ده لما الجرعه بتاعته بتزيد في الجسم بيروح يحفز مركز الترجيع، فيبقى من الاعراض الجانبيه انه بيعمل ترجيع. نفس الشيء بالظبط الديجيتاليز، دواء قلب، دواء بتاع القلب لما الديجيتاليز بيتاخد بجرعه عاليه بيعمل تسمم، من ضمن التسمم اللي بيعمله انه بيحفز الفوميتنج سنتر فيعمل ترجيع. يبقى دوايين اثنين، الدوايين الاثنين دولت مواد كيميائيه فيروحوا يحفزوا الفوميتنج سنتر كيميكالي بماده كيميائيه، اللي هم مين ومين؟ الابومورفين والديجيتاليز. امال السنترال ميكانيكال بقى؟ احنا كنا دايما قلت لكم بقى ايه الفرق بين كلمه كيميكال وميكانيكال؟ كيميكال معناها ماده هتحفز المكان، ميكانيكال معناها يا ضغط عليه يا وسع، في حاجه حصلت في المكان وسع انضغط عليه، اي حاجه من الحاجات دي كلها. عشان كده بيقول السنترال ميكانيكال ده كومبريشن او اريتيشن للفوميتنج سنتر او سي تي زد. اشهر سبب بيكون انكريزد انتراكرينال بريشر، زياده الضغط جوه الجمجمه. واشهر حاجه تزود الضغط جوه الجمجمه هي التيومر. تيومر، في عندك كده تيومر، برين تيومر او مينينجايتس، الالتهاب السحائي، يا اما البرين تيومر يا اما المينينجايتس. في الحالات دي الفوميتنج، لو فاكرين لما كنت بقول لكم في الاندوكراين لما واحد يكون عنده برين تيومر كان في حاجه اسمها سيمتوم ريليتد تو البريشر سيمتوم، كان اشهرها الفوميتنج. ساعتها قلت لك الفوميتنج لما بيجي يرجع ما بيحضرش، ما بتقولش عمال يقوم جاي مرجع، لا ده فجاه ده مرجع في وشك. عشان كده الفوميتنج بقى بروجكتايل، مكتوب عندك ان ذيس كيس فوميتنج از بروجكتايل، باندفاع عامل زي المدفع كده، فجاه تلاقيه جاي طالع على طول بدون تحضير، بيبقى صادن سترونج فوميتنج نوت برسيد باي نوزيا، مفيش قبل نوزيا. بصوا بقى اي ترجيع غير البرين تيومر، اي ترجيع المفروض ان هو اسمها نوزيا، يجيب اسمها فوميتنج. يبقى في حاجه اسمها نوزيا ده التحضير، فوميتنج اللي هو الترجيع. لما يكون في سنترال ميكانيكال فوميتنج، السنترال عموما بيبقى بروجكتايل مفيش نوزيا، فجاه تلاقيه جاي مرجع في وشك. وده اسباب الفوميتنج، يا اما ريفلكس يا اما سنترال. والريفلكس هي ايه؟ يا كونديشن يا انكونديشن، والانكونديشن هي ايه؟ يا انترنسك يا اكسترنسك. امال السنترال يا اما سنترال كيميكال بادويه، يا سنترال ميكانيكال بتيومر او مينينجايتس. وده كده بالنسبه للاجزاء اللي كانت باقيه في الاستومك.